السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على وين كاين فرق كما نقولوا احنا عين مليلة مع المقرة بالعباس النهد شباب الوزداد. خلينا الناس اللي بيطيح راهم هضروا كيفاش انت يا مجد شكون اللي طيح انت كي الناس كيفاش هضرت باللي سي ساي صافا المقرا طيحوا عين مليله ولا بالعباس ولا النهدي يطيحوا زوج مهم زوج يطيحوا كيفاش البطوله هذه تاعش بطوله تاع شكون اللي يدي الشامبيون شكون اللي يدي شكون اللي يدي شكون اللي يطيح شكون اللي كلاسي في الوسط شكون هذه كاينه هذه بطوله هذه الناس تهضر على بطوله مازال 8 تاع لي ماتش وكاع متقاربين في الكلاسمون كاع متقاربين كيفاش تا تهضر لي على على ايكيب بيطيح زوج بيطيحوا وحده شكون يدي الشامبيونه مازالت ومنها شكون شكون خلينا هذا بريزيدو تاع ستيف ما يمثلش ستيف ما يمثلش ستيف ما يمثلش ستيف راكم غالطينا ما يمثلش ستيف يمثل روحه هذا تاع وفاق ستيف وفاق عالمي فريق عالمي فريق اللي نعترفوا به فريق تاع القاب القاب على حسابها سبحان الله ما تقول فريق كان لي روح لك شتانا وعاد قال لي نسيت الاهلي يا ودي نهضروا هنا على الجزائر نهضروا هنا على الجزائر فريق كل 10 سنين 15 عام يربد لك قله يهرب لك بقله هو وجياسكا بغيتو تبغوا بغيتو تكرهوا هذه حقيقه نهضروا فيها ناس كان لي كومونتي لك يروح لك للاهلي على بالي الاهلي على بالي الاهلي عندها لي تيت على بالي على بالي على بالي حنا سوء التسيير هو اللي خلى الفرق تاعنا يتبرغوا في الارض سوء التسيير لي بريزيدو هادو ماشي تاكل انت عندك الى راه عندك فريق الرب العالي يربح وحدك على تحال هذه هي الشامبيونات تاعنا حنايا شكون شو بسبب شو نعاودوا كاع نولوا بسبب هذا الشري والبيع شكون اللي دخل الشامبيون شكون اللي دخل الشامبيونات الجزائريه الشري والبيع شكون هذاك حسين يحيى هذاك هذاك تاع الشاوية هذاك هو اللي دخل هذه وعلموه التوانسة علموه كيفاش البيع والشري تاع الكواليس تاع لي زاربيت وكلش هذه هي هنا المهم شباب بالوزداد يودع شكوى بسبب تسجيل صوتي ويطلب بمعاقبة المتورطين هذه كاع رانا نطالبوا بها ان شاء الله بربي ما كاش انايا بالك راني كاتب واحد 20 ميساج للوزير والو والله راني كاتب له يا خويا قال لك كتب قال لك كاش حاجه كتب رانا نكتب والو راني نكتب نطالبوا انا مواطن جزائري نطالب بفضح هذ الناس لازم ينفضحوا لازم نعرفوهم شكون هذا قال لك التحقيقات كاتب لي قال لي كل شيء راه في التحقيقات هاكا رد عليا قال لي كل شيء راه في التحقيقات يا خويا احنا نطالبوا هذ الناس ولازم يروحوا للحبس والو ما كاش اللعب بيقولوا بارنام طابي هذول بيقولوا كيما جوفنتيس هذول ادمر برق للحبسة ما يصلحوش هذو زرعوا الفساد في الجزائر في كلش على بالك في كلش على بالك قاضبي في كرة القدم وقاضبي في سوالح واحد اخرين فساد برك مستغلين مناصب اللي مستغل المنصب تاعو اللي مستغل صاحبه في المنصب يدق دقو هذو اعداء الجزائر يزرعوا في الفساد ديرك اعداء الجزائر وين طلب فريق شباب الوزداد باتخاذ تدابير قصوى ضد المتورطين في فضيحة تسجيل صوتي الذي تم تداوله يوم الأمس الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي يا خويا يا حليفي يا شي يقول أيقول مشي أنايا أيقول مشي أنايا يا خويا مشي هو جبدوا لنا شكون هما أعطونا شكون هما كاين وسائل كشف يقلبوا الهدرة يقلبوا كلشي يا خويا العنقود تاع العنب انا باغينه يكمل صايب العنقود تاع العنب انا باغينه يكمل ما كاش اللعب خليهم كي يدخلوا لداخل لا بريغاد يسيب التصويره تاع لوطو تاع جدارميه من يقول له هذه على ماذا تدل هذه السياره يقول له ما نقول لك الحراش ما نقول لك البرواقيه بصح الحبس فيها فيها لازم كيما يعرف التحقيق تاعها لازم فتح التحقيق وطلبت اداره شباب الوزداد في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بمعاقبة كل من اقترف هذه السلوكات المشينة وشركائهم في ظل الذين أخلوا بصفة خطيرة
بالأخلاق الرياضية والمساس بالصورة بصورة كرة القدم الجزائرية على الصعيد الدولي، خاصة بعد نيل الجزائر لقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وشو شو مهم هما نهار اللي جاو، جاو باش يطيحوا هذا الدراب ما يوليش يبان. دينا كوب دافريك، أني يعني عاقل هدرت، قلت غادي نتسقموا مور كوب دافريك، قلت باللي 90% ما نتسقموش مور كوب دافريك، غادي زعما دينا كوب دافريك، ديناها كوب دافريك، غادي نتسقموا نطوروا نطوروا البطولة تاعنا، ما غاديش نطوروها، خاطش علاه؟ عارف باللي شكون مقاد بالبولة، ما غاديش تطور البولة، ما دام كاين، راني نقول فيها ونعاود، وراني هنا في الجزائر نهضر فيها، ما دام كاين عصابة ثانية تاع في كرة القدم، وأخطر من العصابة اللي راهي في الحبس، والله وهذا رمضان، العصابة اللي راهي في كرة القدم أخطر من العصابة اللي راهي في الحبس، عارين نهدرها ونتحمل المسؤولية تاعي كومبلي، مانيش نهدر فيها اليوم، هذو أخطر، هذو هما هذو اللي بشاك تاع فرنسا، هذو هما اللي بشاك تاع فرنسا، يخلعني أنايا مدور قارعو تاع الوزير هدر. قال لازم تحقيقات، خرجوا قال لازم تحقيقات، شوف تحقيقات انتوما ويجبدوكم ان شاء الله بربي، تحقيقات صحابكم يولوا تيموا عليكم ان شاء الله بربي، عقلتوا عليها شنو نقول لك، صحابك صحابك يولوا تيموا عليكم، عقلتوا عليها. كما اودعت اداره شباب شكوى تتاسس كطرف مدني لانتصال الشرف الرياضه الجزائريه الذي استباح أفراد يحسبون أنفسهم فوق القانون وأعلى رتبة من الجميع، كما طلب أبناء العقيبة بإجبار ضرورة مع إصرار بطل إقصاء والشط نهائيا لمقترفين هذه الممارسة ومن يكون قد حرض عليها، وارتبط معهم إضافة إلى ما يقرره القانون العقوبات اللجنة الانضباط التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والتطبيق ليكون عبرة لمن يعتبر. احنا على بالنا لا قلت لكم، انا قلت لكم بلي لجنه المنازعات مكاش كلش عند الوضع، على ساكتين كل نساء، على ما هضروش، قالوا يا هضروا يا هضروا، خرجوا داروا هكا بيان هكا في الاتحاديه بيان وصعيد تنديد، تندد لي انت يعني راني قاضب جميع عربيه، انا تنديد يعني الهودي كتلوا وانتم ما تندوا، راه تربح روح، لازم اليد من حديد، والو مكاش كاش كاش مسامحه، نورمالمون كاش مسامحه، نورمالمون سايكو راه يبانك بالخطاب الطفيه، نقلهم كاع دير لهم رب دير لجدهم كاع الحبسه، ما كاش هي، لازم يكونوا عبره، لازم مين يبغي يهضر في التليفون لازم يدخل لازم في الطواليت ويخاف ما يهدرش، الناس ولا تهدر نورماله، هذه المكالمه ميتة هذه، من بعد يخرج لك رئيس اتحاديه يقول لك المكالمه راهي عندنا، كيما فانيك 10 تاع الجوار اللي ضارب الكوكايين بلي فيديو كلش اللي راهم عند اللجنه الطبيه في الاتحاديه، وين راهي فانيك هذاك؟ قستو هذاك، وين راهي؟ غير قستو هذاك، غير طلبوا تجيبوا هذاك، بالك كتبت انايا الفيديو اللي هدرها كمال مهوي، قال لهم كاين 10 تاع اللعابه بالصوره بالفيديو كما يقول لك بالصوره والصوت راهم في اللجنة، كتبتها فانيك ورسلت الفيديو ذاك المقطع الصغير رسلته للسيد علي خالدي، قلت له والك سيد علي خالدي ياك شوف طالبهم فانيك هذا، والو والو نجيبها موراكم ضربك، راني ديريكت نرسل ديريكت للوزير، راني نهدر ونرسل للوزير، نهدر ونرسل للوزير، مكاش لا مكاش زيه راه حال داير الفيسبوك تاعو ارسل له برك صلو حاجه لي بريف يا خويا، مشي انا هدرت ها راه كمال مهوي هو قال كاين 10 تاع الجواره راهم بلي فيديو بالصوره والصوت راهم في اللجنه الطبيه يا خويا، من مين تهدرها في هدرها في عام راه في عام ونص من حيت تهدرها يا خويا، عيط له اروح وين راهي، هيا لا الفيديو ها ولا وين هذا، نقبل الفيديو تاعه يجي هذه هي مكزعقه، زابشي تاع لافاب، زابشي تاع لافاب اللي زاد شي يدي 1000 هكتار يدي 1000 هكتار الرشا وما الزبوش، الرشا وما الزبوش، الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا
وخيرات ربي هاهم وين يجيو الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي فيه ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي يجيو الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي فيه